خلال زيارته إلى معمل السياب بصفاقس، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد على الانطلاق الفوري في تفكيك كل الوحدات الملوثة بالمصنع، والانطلاق في برنامج استثماري يقدر ب 75 مليون دينار لتركيز قطب صناعي ومركز بحث وتكوين حول الموقع. واضحة العملية، تفكيك الوحدات الملوثة، إيقاف الإنتاج الملوث، وهذا كلهم معناها متفقين عليه، حتى هما الخدامة ذوما راهم معاهم ما يساعدهمش يخدموا في بيئة ملوثة، وثم استصلاح الموقع. شفتوا الموقع ذايا، فما الطابية ذيك، ثم عملية استصلاح. مشروع هذايا فيه تقريب 75 مليون دينار، تقريب مشروع ضخم، وهذايا احنا الحكومة باش نتبعوه لمصلحة الجهة هذية. مجموعة من المشاريع الأخرى تم الإعلان عنها كالمستشفى الجامعي الجديد والطريق السيارة صفاقس سيدي بوزيد القصرين ومشروع التهذيب 20 حيا سكنيا بولاية صفاقس. هي جملة من القرارات في مجال وقطاع التجهيز، والسيد رئيس الحكومة تعهد بأجال اللي سنعمل كلنا على احترامه، ومن ذلك مشروع تبارورة إن شاء الله يقع من جديد الإعلان عن طلب العروض الخاص به قبل يعني أجل شهر. أعتقد أن مشروع وطموح كان لأربعين أو خمسين سنة للمزارعين والفلاحين بمنطقة هشير الحاج قاسم من ولاية صفاقس الشمالية، يعني المنطقة الشمالية من صفاقس، سيتحقق هذا اليوم، وذلك بإبرام عقود تسويق على 4000 هكتار للفلاحين البسطاء اللي عمروا الأرض. اليوم باش نمولوا 4 مشاريع جدد بقيمة مشاريع هذه فوق 7 مليون دينار، وباش تشغل أكثر من 50 موطن، تخلق أكثر من 50 موطن شغل، ونأمل أنه من هون آخر العام نمول أكثر من 15 مشروع ونخلق أكثر من 150 موطن شغل إن شاء الله، وبقيمة أكثر من 15 مليار دولار. المدينة الرياضية بصفاقس تعد من أهم المشاريع الكبرى التي تم تخصيص أرض لإقامتها، مع الرفع في طاقة استيعاب ملعب كرة القدم بها إلى 40,000 متفرج. قطعة الأرض هذه اليوم هي على ذمة وزارة شؤون الشباب والرياضة، كذلك تغيير الصبغة واللي أخذينا كيف الموافقة. اليوم باش يكون عندنا مركز طب وعلوم رياضة، ومعاه أيضا باش يكون مركز إقامة 250 يعني سرير. يجب رد الاعتبار لولاية صفاقس، يعني الولاية هذه يعني ولاية ناشطة، فيها رجال أعمال، فيها حركة اقتصادية كبيرة، ولكن قاعدة البنية التحتية نتاعها ناقصة، قاعدة المجال البيئي، في المجال الصحي، في الرياضة، في الثقافة. فحاولنا نقوم بحزمة من الإجراءات في كل هذه المجالات لمعناها تدعيم البنية التحتية لإعطاء دفع جديد لولاية صفاقس. حقيقة حاولنا كما قلت تعطينا قرارات بتواريخ واضحة، معناها حتى تكون ملزمة بها الدولة وكل الحكومات ملزمة بها. خلال هذه الزيارة تم الإعلان أيضا على مشروع تهيئة المسرح البلدي والانطلاق في مشروع المكتبة الرقمية، إضافة إلى اختيار مدينة صفاقس لتكون مدينة نموذجية لبرنامج الشبكة الذكية. وفي إطار زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى صفاقس، أذن بتوسيع المنطقة الصناعية دخان من 50 هكتارا إلى 75 هكتارا، وأعطاء الموافقة ل 600 مطلب تمويل صغير لبعث مشاريع وإمضاء 500 عقد في إطار برنامج عقد الكرامة. اللي نقدر عليه قلناه اليوم وحاولنا نعطيه دفعة. بعد حال هذا مش باش يحل مشاكل ولاية صفاقس اللي معناها منذ عقود، ولكن إن شاء الله يعطي دفع جديد، إن شاء الله يرجع الثقة. شفنا أيضا نجاحات كبيرة ورجال أعمال كما معناها في زيت الزيتون، ومعناها اكتساح لكل الأسواق العالمية بمعناها بزيت زيتون تونسية. هذوما نجاحات نحبوا نثمنهم، نحبوا يلزم ثقافة النجاح، نخرجوا من ثقافة الفشل، نمشيوا لثقافة النجاح، ونعطيوا الأمل لك الشباب. اليوم خلقنا أكثر من 600 معناها مشروع صغير بتمويلات صغيرة، صحيح، ولكن يبدأ صغير ويكبر بشوية بشوية. عقد الكرامة حكومة عنا العديد من الحلول نوفروها للشباب هذية، وعجلة الاقتصاد تبدأ تدور وقت ترجع الثقة وانطلقنا في هذية. فما العديد من الصعوبات مش ننكرهم، ولكن ثم عزيمة، ثم إرادة، وبالعزيمة وبالإرادة قادرين أن معناها نخلقوا حقيقة أمل، ثقة، والدول اللي تتقدم تكون عندها أمل معناها مشترك وحلم مشترك، ويلزم التوانسة يرجع عندهم الحلم المشترك هذية.